السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن علاج دوائي للحشرات اللي بتصيب الطيور، خصوصا الهمشة وقمل الدجاج وكتير من الحشرات التانية اللي ممكن تكون موجودة في الفراش أو في جسم الطائر ماسكة في جلده. طبعا البراغيث، القراد، النمل، كل دي حشرات ممكن تعمل مشكلة كبيرة، يعني تعطل نمو الطائر، تتأذي صحة الطائر، تضيع الانتاج، تجيب امراض جلدية، تعمل مشاكل كتيرة جدا احنا في غنى عنها. فجايب لك حل نهائي لمشكلة دي، هذا الدواء يعني مخصص للقضاء على كل هذه المشاكل. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. الدواء بتاع النهارده ده هو اصلا دواء بشري بيتم بيعه في الصيدليات البشريه علشان يعالج بعض المشاكل البشريه زي الجرب، الكحه، الحكه، الحاجات اللي بيبقى فيها ايه مشاكل جلديه، تمام؟ او كمان ايه لو في مشاكل جلديه مثلا في الجهاز التنفسي برضو بتسبب كحه وكده، برضو ايه بيعالجها. هو اصلا الدواء ده بيحتوي على ماده فعاله قويه جدا قادرة على قتل الحشرات اللي متواجدة في فراش الدجاج، بما فيهم ايه الهمشة والبراغيث وكل الحشرات اللي ممكن تصيب الدجاج او تتعب الدجاج او تجيب امراض ومشاكل كبيرة للدجاج، تمام؟ المادة الفعالة اللي في الدواء اسمها بيرميثرين، تمام؟ لكن الدواء نفسه هنتكلم عنه بالتفصيل. المادة الفعالة اللي في الدواء ده بتؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي للحشرة، يعني بتدخل كده على الجهاز العصبي للحشرة، اول ما ترشه على الفراش قبل النوم بنص ساعة، بعديها على طول ايه هتلاقي نفسك بتتخلص من الحشرة بتاعة الهمشة او البراغيث او النملة او كل ده، تخلص منها للابد للابد، مش هتلاقيها بتقترب من الطائر باي شكل من اشكال طول وجود هذا الدواء. ده حل نهائي على فكرة، حل نهائي قادر على مكافحة الحشرات اللي متواجدة في فراش الدجاج او حتى المتواجدة في جسم الدجاج، تمام؟ فلو انت عايز تتخلص تماما من المشكلة ممكن تستخدم هذا الدواء، عايز تعمل وقاية ضد هذه المشكلة ممكن تستخدم هذا الدواء، تمام؟ ومن اهم مميزات الدواء ده ان هو امن جدا، مش بيسبب اي اعراض جانبية لما تستخدمه، تمام؟ لما تيجي تكافح اي نوع من انواع الحشرات زي النملة او القراد او البرغيس او العف، تمام، عف الفراش، مش هيبقى في اي اثار سلبية على الطائر انه يتضر ولا اي حاجة. كذلك برضو الدواء ده ممكن يعالج اللدغات الناتجة عن القرص بتاع البق وعلاج الالتهابات الجلدية عن طريق اضافته على مياه الاستحمام بتاعة الطائر. لو انت عايز تخلي ايه الطائر يستحمى كده ويعني تسحمه بنفسك كده، ممكن تحط في المية هذا الدواء، هتلاقي على طول ايه الدواء كان مؤثر جدا على صحة الطائر وفعال جدا ان هو ايه ان هو يعالج الطائر من الحشرات المختلفة، تمام؟ الدواء ده اسمه لاكتوميثرين 5%، لكن مع احترامي للدواء واحترامي لأي دواء ممكن حضرتك تقدمه، انا مش شايف ان ده الاهم. دايما لما بنيجي نتحدث عن دواء معين لازم نعرف الاول المشكلة اللي احنا عايزين نعالجها بتأتي باسباب ايه، ايه اللي خلى المشكلة دي تتواجد اصلا، تمام؟ فاحنا هنا بنتكلم عن الوقاية، الوقاية خير من العلاج. ده مش معناه انه الدواء اللي احنا هنستخدمه ده مش مفيد للوقاية، لا، بيعمل عادي جدا وقاية، وبيؤثر جدا 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 في يعني ايه القضاء على المشكلة اصلا من جذورها، ان هو يمنع اصلا المشكلة، يمنع اصلا المشكلة ان هي تحصل، تمام؟ بس انا عايز اكلمك عن الاسباب اللي بتؤدي للامراض دي كلها، يعني كل الامراض دي، تمام، او كل المشاكل دي كلها اللي هي ايه الحشرات دي كلها لما تيجي تمسك في جسم الطائر بتيجي اولا بسبب قلة النظافة،
اولا قله النظافه، لان قله النظافه دي هي البيئه الخصبه، تمام، اللي بتخلي الحشرات تتكاثر او تتواجد او تنشا اصلا. يعني في بعض الحشرات كده لو حضرتك جايب كيس معين في فاكهه زي التين مثلا وحطيته في التلاجة حتى وانت قافل الكيس ده كويس، هتفتح التلاجة تلاقي فيه حشرات طالعة من التين، صح؟ حشرات صغيرة كده بتتطاير، او الحشرات اللي ناتجة عن الفاكهة دي، تمام، ما كانتش موجودة، يعني ما جاتش من برة، ما دخلتش من برة ودخلت في التلاجة، لا، ده كل ما هنالك ان هي نشأت من تفاعلات. فانت بتتحدث هنا عن ايه؟ بتتحدث عن إمكانية إن الحشرات دي كمان إيه تتواجد في القطيع بتاعك أو في جلد الطيور بتاعتك بسبب إيه؟ بسبب قلة النظافة. قلة النظافة، وساعات بتبقى مفيش، يعني مفيش تقصير وفي نظافة كويسة وكل الكلام ده، والحشرات برضو تتكون لو حضرتك مش بتعمل الوقاية. الوقاية اللي هي تتعلق ببعض العلاجات أو الأشياء اللي إحنا بنستخدمها. يعني على سبيل المثال، أول شيء التهوية الجيدة. التهوية الجيدة وعدم الترئيد لفترات طويلة، ده سبب برضو لوجود الحشرات. ما نيجي نرقد لفترات طويلة ده بيخلي الحشرات تتواجد، تمام. فانت ممكن تستخدم كمان الخل، ترش الخل في المكان، ترش الخل المخفف ده، تمام، ترشه في المكان وفي الفرشة، ولو في حتت في جسم الطائر مثلا فيها حشرات ممكن ترشها بالخل على فكرة، ويساعد الخل في القضاء على المشكلة تماما. بس الدواء بتاع النهارده اللي هو لاكتوميثرين ده 5% حل نهائي للمشكله لو انت عايز تعالج المشكله. لكن اكرر ليك مره مليون، علاج المشكله ممكن تعالجها وتعود مره تانية لو انت ايه لسه سايب المسببات اللي بتؤدي الى حدوث المشكله. مسببات بتؤدي لحدوث المشكله زي ايه؟ زي قله النظافه، قله التهويه او سوء التهويه، ان انت بتسيب الاكل لفترات طويلة قدام الطيور ومش بتنظف بواقي الاكل، وجود مثلا ايه وسط درجات حرارة ملائمة لتكاثر الحشرات بتساعدها اكتر. ما انت لازم برضو تبعد عن الطيور اي حرارة زائدة او منخفضة زيادة عن اللزوم. كل دي اشياء برضو بتؤدي الى ايه؟ تؤدي الى تكون الحشرات وتراكم الحشرات. فاحنا نبعد عن الاسباب، وممكن نستخدم الدواء ده اللي هو لاكتوميثرين 5% لو عايزين حل نهائي للمشكلة علشان بعد كده ايه ما تحصلش تاني. لكن اهم شيء ان احنا نبعد عن المسببات. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، تفعل زر الجرس، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.